مرحبا بكم أيها المشاهدون والمشاهدات من هنا من معرض الكتاب في جامعة الملك فيصل 2019، من هذه التظاهرة الثقافية الرائعة التي يشارك فيها عدد من العارضين ودور النشر ومن المؤسسات الثقافية والتعليمية. الحقيقة يطيب لنا في هذه الحلقة الخاصة من برنامج حراك أن نستضيف صاحب المعالي الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي مدير جامعة الملك فيصل. مرحبا بكم دكتور. حياك الله، أهلا وسهلا دكتور. بالأمس القريب دشنت جامعة الملك فيصل هويتها الجديدة، وكانت بتشريف وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، واليوم جامعة الملك فيصل تقيم هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة معرض الكتاب. إلى أي مدى ينعكس ذلك على رؤية وهوية وتوجه الجامعة المستقبلي؟ هذه الفعاليات تؤكد أن جامعة الملك فيصل تعيش حركها التنموي على جميع الأصعدة، جميع الأصعدة التطويرية وأصعدة الشراكة المجتمعية، بما يمثل ويجسد دورها التنموي والحيوي الذي يجب أن تشارك فيه مجتمعها، وبنفس الوقت أيضا بناءها التنموي للكوادر البشرية. فهذه الفعالية، فعالية الكتاب وما يصاحبها من فعاليات مختلفة، سواء كانت لأعمار أيضا مختلفة من الأطفال والشباب والرجال والنساء والأدباء والمثقفين، نعتقد أن للجامعة دور مهم جدا في هذا الأمر وإسهام أساسي. نستطيع أن نؤسس للثقافة المجتمعية المتنوعة أيضا الداعمة والمساندة للأدوار الأخرى التي تكون في مؤسسات المجتمع. ووجود 59 دار نشر في موقع واحد وأكثر من 31 فعالية مختلفة ثقافية، مسابقات قراءة وأيضا مسابقات ثقافية وأيضا فعاليات للأطفال، يؤكد على أهمية أن الثقافة والكتاب له دور أساسي في المجتمع، ولفت الانتباه لجميع فئات المجتمع لهذا الأمر من الأمور التي تعتقد الجامعة أن يجب أن يكون له دور في هذا الموضوع، ولذلك حرصت أن تظهر هذا الفعالية بمظهر جيد وأيضا يساعد في جذب كبير من مختلف فئات المجتمع، وتوفير أيضا الجانب التثقيفي والجانب الترفيهي والمتعة في مشاركة الأسرة، رب الأسرة وأيضا الأطفال والأولاد الصغار والكبار في فعاليات مختلفة لكل الأعمار. هذا نعتقد أنه يضيف لمسة جميلة بحيث يكون هناك متعة وأيضا ثقافة. صاحب المعالي، إذا أذنت لي، يعني الذي يتجول في المعرض يرى أركان كثيرة لمؤسسات تعليمية وثقافية، على سبيل المثال نذكر مثلا نادي فكر التابع لجمعية الثقافة والفنون، نادي الأحساء الأدبي. الانفتاح هذا على مؤسسات الثقافة في المجتمع ماذا يمثل بالنسبة للجامعة؟ والله يمثل أننا حريصون على استكمال الدور التنسيقي والتكاملي مع جميع مؤسسات الثقافة والفنون في المجتمع. وأضيف على ما تفضلت فيه أيضا حرصنا على أن يكون أيضا المعرض السنوي للتربية الفنية بإحدى الفعاليات وأحد الأركان المهمة في هذا المعرض، حتى نستطيع أن نعطي مختلف الفنون حقها من الإظهار وأيضا التفاعل مع فئات المجتمع المختلفة. الدور التكاملي والتنسيقي، الأجهزة التي تتناول الثقافة والفنون، من المهم جدا أن يكون هناك روافد، والجامعة والحمد لله بما تزخر به من كوادر بشرية وأيضا علماء وباحثين ومثقفين لهم دور كبير في إن شاء الله تعالى إثراء هذه المؤسسات والتواصل معها لكي يكون العطاء متميز بإذن الله، وأيضا استدامة هالحراك التنموي والثقافي. معالي الدكتور، الذي يتجول أيضا في المعرض يرى ما شاء الله طلاب الجامعة وطالبات الجامعة يقومون بأدوار تنظيمية وأدوار فاعلة في أركان مثل ركن الطفل وغيرها، هذا ألا يكون جزء من التدريب العملي الذي تنشده الجامعة لكي يخرج الطالب بتطبيق مهاري ومعرفي لما تم دراسته في مقرراته؟ أحسنت، هذه نقطة مهمة جدا. إحنا نحرص في مثل هذه الفعاليات
سواء كان نفس معرض الكتاب أو الفعاليات المصاحبة، أن نركز على الجانب المهاري ونركز على جانب صقل الشخصية الطالبة والطالبة. صقل الشخصية وأيضا إدخال جوانب من الممارسات المهنية، سواء كان الثقة بالنفس، القدرة على الحديث مع الآخرين، القدرة على الحوار، القدرة على الاستخلاص لبعض الأسئلة والأجوبة، القدرة على العطاء والحوار. نعتقد أن شخصية الطالب والطالبة مهمة جدا أن تكون إحدى اللبنات الأساسية في بنائهم وتكوينهم الثقافي والأكاديمي. لا يكفي فقط المحاضرة أو حل الواجبات أو الامتحانات بحد ذاتها لكي تصقل شخصية الطالب والطالبة. مثل هذه الفعاليات والمشاركة فيها وتدريب الطلاب والطالبات على التعامل معها، نعتقد أنه جزء مهم جدا من تكوين شخصية الطالب والطالب في جامعة الملك فيصل، مما إن شاء الله تعالى ينعكس ويجسد شخصية متوازنة أيضا مثقفة، قادرة على الحوار، قادرة على التعاطي على مختلف الأساليب وأيضا مختلف المواضيع، مما يبين أن شخصية الطالب في هذه المرحلة قابلة للتمرين وقابلة للتدريب والتعلم منها إن شاء الله. معالي الدكتور، اسمح لي أن أعود إلى النقطة الأولى التي تحدثنا عنها. اليوم المملكة العربية السعودية تعيش رؤية طموحة 2030 يقودها سمو سيدي محمد بن سلمان ولي العهد، وكذلك تعيش حراك ثقافي رائع من قبل وزارة الثقافة، والجامعة أيضا لديها هوية جديدة دشنتها وبادرت بمعرض الكتاب. على خارطة رؤية الوطن، أين ترى جامعة الملك فيصل نفسها؟ صحيح، يعني حقيقة ما تعيشه المملكة العربية السعودية من حراك تنموي غير مسبوق في جميع الأصعدة بحمد الله تعالى، وما استلزم لنا في جامعة الملك فيصل أن نواكب هذا الحراك، سواء بتطوير هوية الجامعة وأيضا تطوير برامجها، تطوير أبحاثها، تطوير شراكات المجتمعية، وأضفنا بعدا رابعا كما تعلم اللي هو تطوير الابتكار وتنمية الأعمال بجعل الجامعة إحدى المحركات التنموية والريادية في المنطقة أقول، وليس فقط في إن شاء الله تعالى حتى على المستوى الإقليمي وإن شاء الله لاحقا على المستوى العالمي. الجامعة إن شاء الله تعالى نطمح أن تكون في هذا الحراك وهذه المسيرة وهذه الهوية الجديدة أحد الركائز الأساسية في هويتها، وبنفس الوقت أيضا في صناعة الأجيال القادمة. وكما نعلم أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين في تركيزهم على الأمن التنموي والأمن الغذائي كما جاءت في الرؤية ورؤية المملكة أحد الركائز الأساسية، ونحن نتشرف أن نكون مساهمين في كلا الأمنين، أمن التنموي والأمن الغذائي. الأمن التنموي بتخريج الكوادر البشرية المسلحة بالعلم والثقافة والانتماء لهذا الوطن، وبنفس الوقت أيضا المساهمة الفعالة ببناء الأبحاث وريادة الأعمال التي تساهم بفعالية في الأمن الغذائي والاستدامة البيئية. نرى إن شاء الله تعالى أن الجامعة بهذا الحراك وبهذا تقوم بدورها أو جزء من دورها المهم جدا في خارطة التعليم العالي والجامعات، وبنفس الوقت أيضا واجبها تجاه الوطن وما يستحقه من دعم في جميع الحراك التنموي الذي تنشطه. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود لاستكمال هذه الحلقة الخاصة والحديث الماتع مع معالي الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي مدير جامعة الملك فيصل، ابقوا معنا.
مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، وضيفنا معالي الدكتور محمد بن عبد العزيز العهلي مدير جامعة الملك فيصل. مرحبا بك مجددا. حياكم الله. دائما الجامعة تقدم الجديد، ولعل المشاهدين يتساءلون ما هو الجديد الذي ستقدمه الجامعة من خلال برامجها التي تقدمها للطلاب والطالبات؟ سؤال جيد أيضا، أنه الحمد لله بتوسع الجامعة وتطويرها وأيضا حراكها الجديد حريصون على تلمس موائمة برامج الجامعة مع سوق العمل واحتياجات التنمية، وكما أضفنا قسم خاص للطالبات في كلية الطب البيطري العام الماضي. إن شاء الله تعالى نسعى بالعام القادم أن نضيف قسم للطالبات في الهندسة الكهربائية، وخاصة أنه يوجد لدينا قسم خاص في هندسة الطبية، سوف يكون أيضا تكامل معه قسم خاص للطالبات في الهندسة الكهربائية. إذن معالي الدكتور، نعتبر هذا تصريح أنه سيكون للطالبات إن شاء الله تعالى للطالبات. نسعى بإذن الله أن يكون السنة القادمة على الأقل نستقبل 50 طالبة بداية في قسم الهندسة الكهربائية للطالبات بإذن الله تعالى. سيكون خبر مفرح أيضا لطلابنا وطالباتنا في جامعة الملك فيصل. أيضا نحن نعمل على كلية للتصاميم تعكس أيضا تكامل كامل مع التربية الفنية في كلية التربية التي كانت سابقا، وأيضا عملنا على إن شاء الله تعالى كلية لعلوم الحركة أيضا تكون متكاملة مع قسم التربية البدنية في كلية التربية. نحن أيضا حريصين إن شاء الله تعالى أن نستكمل متطلبات كلية الإعلام التي سبق أن أقرها مجلس الجامعة، وننتظر بإذن الله تعالى أن يقرها مجلس شؤون الجامعات لكي نعلن انطلاق أولا كلية أيضا الإعلام. هذه على الأقل في المرحلة القادمة إن شاء الله تعالى ستكون عقد يضاف إلى عقد الكليات الموجودة في الجامعة. إذا نعتبر هذه أخبار حصرية لبرنامج حراك معالي الدكتور. لا شك إن شاء الله تعالى. معالي الدكتور، هناك حالة من الرضا والامتنان رصدناها من مثقفي مثقفات الأحساء بعد إقامة معرض الكتاب في جامعة الملك فيصل. إلى أي مدى يمثل ذلك اهتماما للجامعة؟ الحمد لله، يعني حرصنا على أن يكون إقامة الفعاليات في الجامعة للمجتمع، حريصون على أن نتلمس هل أدى أو اقترك الأثر المطلوب. فحينما نستمع أو نتلقى كثير من الملاحظات أو الرضا أو مدى الطلب على تمديد أيام المعرض، هذا مؤشر الحمد لله رضا نسعد به، ويمثل لنا أيضا أهمية في السنوات القادمة إن شاء الله تعالى لمعرفة دورية هذا المعرض وأيضا نوعية المشاركة فيه، بحيث أنه يمثل لنا منصة نجاح بدائية إن شاء الله ننتقل منها إلى لقاءات أكبر بإذن الله ومعارض أكثر لكي نخدم. وهذا يمثل أيضا لنا شيء آخر، وهو أن مجتمع الأحساء مجتمع مثقف لا شك يسعد بوجود مثل هذه الفعاليات التي تعينه على إضماء العطش الثقافي الذي يتمتع به. معالي الدكتور، الجامعة في هويتها الجديدة تسعى إلى تحويل أبحاث التي تنجز من قبل أعضاء التدريس أو الطلاب إلى منتجات بحثية، لو نتحدث عن هذا الموضوع. شكرا على إثارة هذا الموضوع، لأنه هذا يمثل أحد التوجهات الجديدة في هوية الجامعة، أن قسم من الأبحاث حنا نركز على الأبحاث الأساسية والأبحاث التطبيقية، وأن الأبحاث التطبيقية أيضا تراعي أمر مهم جدا، وهو أن يتحول هذا البحث إلى منتج تطبيقي نستطيع أن نحوله إلى منتج اقتصادي. ولا شك أن إدخال هذه الثقافة في ذهن الطالب أو عضو هيئة التدريس أيضا وهو يفكر في تصميم البحث، لا شك أنه سيساعد على سرعة وصول البحث إلى المنتج المستهدف، بدلا من أن يكون مجرد يعني بحث علمي ينتهي بنشر أو مجلة علمية أو غير ذلك. هذا الأمر لا شك أنه يحتاج إلى تدريب، وبدأنا بحمد الله تعالى في ذلك، ونتيجة لذلك الحمد لله لدينا الآن أكثر من 24 منتج اقتصادي استكمل، من بعضها رسائل ماجستير وبعضها أيضا أبحاث مشاريع وبعضها أيضا أبحاث أعضاء هيئة التدريس. نتفائل إن شاء الله تعالى السنوات القادمة
أن يتسع هذا المجال بحيث أن الجامعة تبدأ تصبح يعني منتجة للأفكار ومنتجة للتطبيقات ومنتجة أيضا لمشاريع ممكن أن تخدم ويؤسس عليها شركات إن شاء الله تعالى تساهم برفض الحركة التنموية الذي ننشده. معالي الدكتور، نستفيض أكثر في الحديث عن هوية جامعة الملك فيصل، على ماذا ارتكزت؟ ما هي نقاط القوة فيها التي بنيتم عليها هذه الهوية؟ والله انطلقت من الإرث التاريخي الذي تراكم خلال 45 سنة الماضية في عدد من المجالات، من أهمها ما له علاقة بالأمن الغذائي من إنشاء كلية العلوم الزراعية وأيضا كلية الطب البيطري وأيضا كلية الحاسب الآلي وكلية الهندسة، كلية الصيدلة، كلية الطب، كلية العلوم الطبية التطبيقية. هذه مجموعة الكليات رأينا أن وما نتج عنها من أبحاث كثيرة، كذلك سبع مراكز بحثية كلها متخصصة، مركز أبحاث الإبل، مركز الدراسات المائية وغيرها، مركز النخيل والتمور، كلها أوجد إرث فكري وثقافي وبحثي رأينا أن نستفيد منه ونبني على هذا الإنتاج إلى أن يكون هناك تعمق أكثر، بحيث أن نوجه هذه البحوث إلى أن تكون هوية خاصة بالجامعة تتكاتف جميع الكليات لخدمة هذا الأمر، بحيث يكون مركزا على التقنيات وأيضا على الاكتشافات وأيضا على تعظيم الحلول لتحديات التنمية. كما تعلم أن المملكة ومنطقة الشرقية ومحافظة الإحساء لديها اختلاف مناخي وأيضا طابع صحراوي وأيضا تحدي حراري في يستوجب أننا نطور كثير من التقنيات وكثير من أيضا الأشياء التي تساعد البيئة على التكيف مع هذه الظروف المناخية. نرى أن هذه الفرصة واعدة للجامعة أن تضيف لبنات قوية في هذا الموضوع، تركز على قضايا المنتج الزراعي والمنتج الحيواني وأيضا الماء والمصادر الطبيعية المختلفة، كلها من خلال ما نسميه الاستدامة البيئية. معالي الدكتور، جامعة الملك فيصل مستقبلا تطمح للوصول إلى ماذا؟ لو أردنا أن نلخص ذلك في إجابة من معاليكم. أولا، جامعة الملك فيصل تفتخر بأنها إحدى جامعات المملكة العربية السعودية الرائدة التي نسعى أن تكون أحد المحركات التنموية في المملكة بإذن الله تعالى، وأيضا أن تكون إضافاتها العلمية والبحثية من الإضافات التي تعرف على مستوى المنطقة ومستوى العالم، وأيضا يكون خريج وخريجة جامعة الملك فيصل من الخريجين الذين تتسابق الأجهزة والشركات على استقطابهم لما يملكون من فكر وميران وخبرة ثقافية بإذن الله تعالى. معالي الدكتور، هل نقول أن معرض الكتاب في جامعة الملك فيصل سيصبح معرضا سنويا؟ حريصون جدا إن شاء الله تعالى أن تتحقق هذا الحقيقة، وسوف ندرس جميع النتائج وجميع المتطلبات، وسنكون إن شاء الله تعالى حريصين على أن يكون أحد المستهدفات بإذن الله. إذا تحقق ذلك فنحن نكون سعيدين بإذن الله تعالى أن نحقق ذلك. معالي الدكتور محمد بن عبد العزيز العهلي، مدير جامعة الملك فيصل، شكرا لمعاليكم على إتاحة هذه الفرصة. شكرا لكم، وأسأل الله التوفيق للجميع. وشكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين والمشاهدات. كان هذا لقاء خاصا من برنامج حراك مع صاحب المعالي الدكتور محمد بن عبد العزيز العهلي، مدير جامعة الملك فيصل. على أن نلتقي إن شاء الله في مناسبات قادمة. أترككم في رعاية الله وإلى الملتقى.